نيرين بيوتي تدافع عن سيلينا، يشاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع نيرين بيوتي، حيث ظهرت من خلال سنابات اختها سيدرا امبارح وهي بتدافع عن سيلينا غوميز، وصرحت نيرين انه سيلينا هي المظلومة وانه جاستن بيبر ما تزوجها يعني عن حب، وانما زواجهم كان زواج تقليدي وانه هو لساته بيحب سيلينا. انه زواج تقليدي مع هايلي، ما بحبها ماما لحد اليوم، بحكي عن ابوها جبروا. ايه في نفوذ بالموضوع، في اعتبارات توقعها يعني اخذ اكسترا سيلينا وبتشغلي غديتها على منتجاتك. Do you know why she did this؟ امي عملت هايلي براند مشان منتجات. شلون بدها تفرجي العالم منتجاتها؟ انه شوفوا راحوا، لأن العالم ما فارق معهم، راحت حطت غنية سيلينا على اعلان منتجات، بس مو صوتي الدنيا كلها عزت المنتجات. ايضا قمرت طائي في اخر فيديوهاتها على اليوتيوب اللي كان عنوانه انه الذكاء الاصطناعي بيتحكم بحياتها، فالذكاء الاصطناعي طلب من قمرت طائي انه تغني كاريوكي، والجمهور اكد انه قمرت طائي تمتلك موهبة بالغناء وصوتها كتير حلو. اعلنت نور سارس ان اليوم راح تنزل اول حلقة لها في البودكاست، فما تتوقعون ان يكون ضيوفها؟ اعلن اليوتيوبر اسامة مروة بالامس انه سيصل الى 6 مليون على قناته على اليوتيوب، وصرح ايضا انه سيقوم بفتح لايف. هلا والله جماعة، تعالوا شوفوا فاتحين في الصالون عنا، هذا عدد السبسكرايبرز بقي له تقريبا 44,000 بدخل 6 مليون متابع، فاللي بدي اياه منكم كل واحد فيكم يروح على تليفون اخو او اخته او امه او ابوه او سته او عمه او اي تليفون ما معه سبسكرايب على القناه، وعملوا سبسكرايب لانه اذا بنوصل لل 90 يعني يكون باقي 10,000 سبسكرايبر بس، حنفتح لايف مع بعض على الانستغرام هون ونراقب الموضوع لحد ما توصل 6 مليون، نعمل فعاليات واكشن وننبسط مع بعض. فبالله عليكم روح لو اول تليفون اول لابتوب جنبكم واعمل سبسكرايب.